الفاهيتا، فاهيتا الفراخ ظريفه جدا وصيفيه كده برضو هتخلص معاكي على طول. بصوا يا شباب، معايا اوراك من الفراخ، انا بحب الوراك اكتر الحقيقه، الوراك بتبقى اطرى وبتستوي اسرع، بتبقى طعمها احلى كده غير الصدور. لكن لو عندك صدور عايزه تستخدميها او انت كده كده بتحبي تاكلي صدر الفرخه، فخلاص هنستبدل الاوراك بصدور الدجاج. فانا معايا اوراك مخليه طبعا من الجلد ومن العظم تماما، ومتقطعه شرايح كده ايه تشبه الشاورما شويه، تمام، بس هي على اتخن حبه. معايا معلقتين كبار من عصير الليمون، معايا فصين من الثوم المفروم، معايا معلقه صغيره من الكمون وبابريكا، معلقه كبيره من البصل الباودر، معلقه كبيره من الثوم الباودر، معايا طبعا ملح وفلفل اسود. دي هتبقى التتبيله بتاعه الفراخ الفاهيتا. هحتاج بقى فلفل الوان شرايح اخضر واصفر واحمر، وكمان بصل متقطع شرايح، شويه بقدونس بقى، عيش محمص، عيش كده لبناني متقطع مثلثات ودخل الفرن اتحمص عشان نقدمه معاها، وبس خلاص. وصفه بسيطه جدا. عايزين بوله علشان نحضر فيها التتبيله بتاعه الفاهيتا. هنحط الليمون كده اهو، ليمون، وعايزين كمان نحط ثوم. انا عايزه اجيب السباتولا. تمام، تعالى يا ثوم اهو، ليمون وثوم وكمون، شوية كمان بصل باودر وثوم باودر كده، وكمان بابريكا وملح وفلفل. هي دي تتبيلة الفاهيتا. بصوا سهلة جدا، ملح كمان، ملح، فلفل اسود، بس كده يا جماعه. هي دي التتبيله. شو سهله ازاي، ومكوناتها كلها موجوده عندنا في البيت. عايزه تحطي رشه شطه ممكن براحتك لو انت بتحبي الحاجات يعني ايه سبايسي او مشطشطه شويه. وهنجيب بقى الفراخ نحطها في التتبيله، وطبعا يفضل انها تقعد في التتبيله شويه عشان تديكي نتيجه يعني ايه ظريفه. لو ما امكنش ومستعجله ولازم تعمليها على طول، سيبيها بس كده في التلاجة مثلا يعني ربع ساعه، يا حبذا نص ساعه، يعني بصي على قد ما تقدري سيبيها، هتبقى افضل في الطعم. لكن لو ما فيش وقت خالص ومستعجله ومضطره تعمليها على طول، يبقى اشتغلي بيها على طول زي ما انا هعمل دلوقتي حالا اهو، بس كده. بس الطاسه بقى طبعا تكون سخنه بقى جدا، ان شاء الله تكون بقى سخنت يعني. تمام، هنحط لها زيت كده، وهنبتدي بقى ننزل بشرائح الفراخ الظريفه الفاهيته. يعني هنحاول ايه ننزلها على مراحل كده عشان ما تغيرش درجه حراره الطاسه، يعني على قد ما نقدر. غالبا ممكن استخدم الكميه اللي على قد الطاسه مثلا بتاعتي، ولا احط الكميه كلها، مش عارفه، على قد الطاسه بس علشان ايه ما نفقدش الحراره بتاعتها. ممكن نبقى نرجع نحط تاني، يعني نشيل ونحط تاني كده اهو. عالي يا سباتولا كده اهو، عايزينها بقى تتشوح كويس جدا، ولو نزلت شويه من ميتها نسيبها لغايه لما تشرب كل الميه بتاعتها تماما كده اهو. ممكن بقى طبعا تشيلي الفراخ اللي هي بنفس التتبيله كده في اكياس في الفريزر، وقت ما تحبي تعملي فاهيتا تطلعي الكيس يفك وتبتدي تشتغلي بيه، تعملي بيه الاكل على طول زي ما بنتبل اي حاجه ونحطها في الفريزر، هتسهل عليكي قوي. اهو طيب، عقبال ما الفاهيتا بقى تاخد وتدي كده مع نفسها، بص كده الاخبار، بصوا نزلت كل الميه بتاعتها
بتفضلي كده تسيبيها تاخد وتدي مع نفسها لغايه لما تشرب كل الميه دي تماما. بعدين بنضيف لها بقى ايه باقي المكونات. تعالي بقى انت يا فاهيتا، خلاص كده نبتدي بقى نحط لها البصل كده ناخد له بقى ايه تشويحه كده معاها. وكمان هنحط بقيه الفلفل الالوان وتبقى الفاهيته الظريفه جاهزه. نحط الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر كده، من احلى الاكلات الفاهيته دي بصراحه، بتبقى لذيذه وسريعه وكل الناس بتحبها، مفيش حد ما بيحبش الفاهيته. والفلفل الاصفر، وعشان حطيت الفلافل دي كلها هنحط بس رشه خفيفه من الملح والفلفل الاسود عشان بس الطعم بس كده. خلينا بس الخضار ده ايه يدبل ونقوم مطلعينها على طول وتبقى جاهزه. قبل بس كده ما الخضار يدبل شويه نشيل هذه الاطباق. ومحضرين بقى عيش محمص زي ما اتفقنا، ده عيش لبناني بنقطعه، قطعي اربع مثلا كده او حاجه زي ما تحبي، وبياخد له تحميصه خفيفه في الفرن، ده بيبقى ظريف جدا ان انت ايه تغمسي كده بيه الايه الفاهيته. يا سلام بيبقى ظريف كده زي ما اتفقنا. اول بس ما الخضار يدبل هنقوم على طول مطلعينها كده بس، ريحتها تجنن. وبنروح ناكلها في الشارع وفي المطاعم ومش عارفه ايه، وهي سهله خالص متاخدش ابدا اي وقت. نحطها هنا كده في الطبق الحمد لله كده كده الحمد لله انها وقعت هنا، ما وقعتش على ايدي ولا حاجه، كانت ايه مستقبلي راح. دي بقى كده ايه نروق الطبق كده اهو عشان يبقى شكله خطير بس كده. والهنا والشفا يا شباب، هيعجبكم جدا. نحطها بقى فين؟ نشيل هذا الطبق ونحطها هنا بس كده، مع بقى العيش المحمص الظريف عشان ايه تتغمس بيها كده، هيبقى حلو قوي العيش المحمص معاها كده. ممكن شوية طماطم كمان، طماطم شيري أزازة كده بس. وخلصت الحلقة النهاردة، يا رب تكون الحلقة عجبتكم.